أنواع، منها ما هو متصف بالشك، مرض اسمه الشك، شاك في الحق. ومن أنواع هذه القلوب من هو كافر على علم ويجتهد في جهد التكفير والتضليل. ومن هذه القلوب من هو كافر على جهل لا يعلم الحق، فكفره مبني على جهل. ومن هذه القلوب من هو كافر بعلم ولكن يسعى في الخير، تجده قسيس ويعلم أن الحق هو الإسلام ولكن جهده في الأرض الإصلاح من جهة كفالة اليتيم والإنفاق ونشر السلام ونشر الصفات الحميدة. ومن الناس من الكفار من يقوم بأضداد هذه الأعمال. فمن القلوب من هو لاهي، من القلوب من هو غافل، من القلوب من هو شيطاني، من القلوب من هو مريض بمرض التكذيب. أمراض القلوب كثيرة. ومقابل المؤمنين الكفار المؤمنين، مؤمن لكن يزداد ويتعاطى الرذائل، ومنهم من يتعاطى الفضائل. وكيفية إصلاح القلوب يحتاج إلى علم في العقائد، يحتاج إلى علم في الأخلاق، يحتاج علم الترغيب، يحتاج علم الترهيب، يحتاج فقه الأولى، يحتاج فقه الميدان، الخبرات في التعامل مع الناس، وكيف الآن أقدم الحجج والبراهين، وكيف أتعامل مع هؤلاء. فأمراض القلوب كثيرة وإصلاحها صعب ويحتاج إلى جهود كبيرة جدا مع التوفيق إلهي. ومن يتعاطى في الفضائل ويترقى أدنى مرتبة في الفضائل القلب السليم الذي سلم من هذه الأمراض، لكن أدنى درجة في الصلاح. ثم الإنسان يترقى شيئا فشيئا 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 حتى يصل أعلى المراتب.